الطيار الذي أذل روسيا في أجواء أوكرانيا شبح كييف بين الحقيقة والإنكار. أواخر فبراير شباط من العام الجاري، تداولت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو لطائرة ميغ 29 تدخل اشتباكاً جوياً مع طائرات هجومية روسية في أجواء العاصمة كييف، وأظهرت المقاطع المصورة مطاردة للطائرة الأوكرانية لطائرات روسية يرجح أنها من طراز سو 27. وفي ظل الاشتباك ذاك، كانت الطائرات الروسية محاصرة بالمضادات الجوية والصواريخ المحمولة على الأكتاف. وفي مطلع مارس آذار من العام ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر بيان لها أن أحد الطيارين العاملين في سلاح الجو تمكن من اعتراض 5 طائرات حربية روسية وتدميرها خلال اشتباك جوي دون الإشارة إلى هوية الطيار أو الطائرة. وبعد البيان ذاك، اشتعلت وسائل الإعلام بتغريدات ومنشورات ترصد خسائر سلاح الجو الروسي تحت وسم شبح كييف. في هذا الفيديو نستعرض لك عزيزي المشاهد قصة الطيار الأوكراني الذي أرعب القوات الروسية ومواصفات طائرته السوفيتية. شبح كييف. لا تزال هوية الطيار الأوكرانية مجهولة، وهذا أمر طبيعي حرصا على سلامته من عملاء روسيا الذين سيغتالونه بكل تأكيد حالا كشفت هويته. وهناك رواية أخرى تفيد بأنه ليس طيارا واحدا، وإنما هو مجموعة من أمهر الطيارين في سلاح الجو الأوكراني مدربين جيدا لاصطياد الطائرات المعادية. وهذه الرواية تعتبر منطقية للغاية لكونها تندرج ضمن الخيارات الدفاعية الأوكرانية الأكثر حاجة في الحرب مع روسيا. وبعيدا عن قائد الطائرة، تقول السلطات الأوكرانية إن حصيلة الطائرات الروسية التي سقطت نتيجة الاشتباكات الجوية تعدت 18 طائرة. وللتذكير بالطائرة ميغ 29، فهي مقاتلة تفوق جوي واعتراضية من إنتاج سوفيتي، دخلت الخدمة في العام 1983 وتعمل بمحركين نفاثين أتاح لها التحليق بسرعة قصوى تبلغ 2.5 ماخ، أي ما يعادل 2700 كيلومتر في الساعة، وبارتفاع 17,200 متر، وبمدى عملياتي يصل إلى 750 كيلومتر، كما تتميز بقدرتها على المناورة والانقضاض والتسلق. تكتيك رجح كفة الأوكرانيين. تدخل الطائرات الروسية المجال الجوي الأوكراني وهي في كامل الحمولة من الذخائر والقنابل والوقود، ونقطة الضعف تكمن في خزانات الوقود الخارجية لكونها تقطع مسافات بعيدة من المطارات الروسية وحتى مناطق العمليات في أوكرانيا، مما يرفع من حمولة الطائرات إلى أقصى حد ممكن، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتها في المناورة والتحليق على ارتفاعات شاهقة وحد من سرعتها. بينما تقلع الطائرات الاعتراضية الأوكرانية من مسافات قريبة وبخزانات الوقود الرئيسية فقط، ولا تحتاج لقنابل داخل هيكل الطائرة أو المعلقة خارجها، وتحمل 6 صواريخ جو-جو في مقابل صاروخين فقط مع الطائرة الروسية. وعند دخول الطائرات الروسية للأجواء الأوكرانية، تقوم الدفاعات الأرضية وبالتحديد الصواريخ المحمولة على الكتف لإجبارها على تغيير مسارها وإدخالها مجالا جويا مشغولا بالرادارات الأرضية التي تهدد سلامة الطائرات الروسية. وفي ظل الضغوطات المتراكمة على الطيار الروسي الذي يحاول موازنة الموقف بين المهمة الهجومية التي أقلع لأجلها وبين الدفاع عن طائرته التي تترقبها الدفاعات الأرضية، يتدخل شبح كييف بسرعة أكبر من خصمه ووزن أخف وبقدرة على المناورة أضعاف الخصم الروسي. وبينما يكون الطيار الروسي مجبرا على التحليق في مجال جوي ضيق بعيدا عن الرادارات الأرضية، يغلق الأوكراني رادار التصويب على الروسي ويستهدف بصواريخ مزدوجة، بينما يستهلك الروسي ما بحوزته من صواريخ جو-جو في بداية الاشتباك. بين الحقيقة والخيال. لا شك أن للحرب النفسية والإعلامية أثرها على ميدان المعارك وعبر التاريخ. كثيرة هي الحروب التي كسبها طرف عبر بث الشائعات
وخسرها طرف آخر خشية الأساطير التي يروج لها الخصم. وفي عصرنا الحالي ومع الفسحة الواسعة التي خلقها مواقع التواصل الحرب الإعلامية، جعلتها توازي الحرب العسكرية في النتائج، لكونها تعتمد على الدفاع والهجوم في آن واحد، وتهدف بشكل أساسي إلى التأثير على الروح المعنوية للشعب أو الجيش أو فئة معينة، وإضعاف الجبهة الداخلية لدولة ما. كما أنها تعتمد على مخطط مدروس للتأثير على الآراء والاتجاهات والسلوك والعواطف، والعمل على تحطيم وحدة الصف الداخلي وبث الشك واليأس وإفقاد الجهة المستهدفة الثقة بقيادتها وأهدافها ومبادئها، وصناعة عدو داخلي يلعب دورا رئيسيا في قلب الموازين في المعارك، وبث وتضليل وتسويق أحداث ضمن تكتيكات معينة محددة. في أوكرانيا لاحظ مراقبون أن الإعلام الرسمي والموالي للحكومة الأوكرانية خلق أسطورة اسمها شبح كييف بعد كسبهم لجولة أو أكثر من المعارك الجوية، وساهم الشعب الأوكراني وباقي شعوب العالم ممن تضامن مع أوكرانيا في الترويج لهذه الأسطورة، وخلق منها فزاعة يتم تداول أخبارها وأفعالها في صفوف القوات الجوية الروسية. بينما تقول روسيا إن قواتها لم ولن ينخدع بالبروباغاندا الأوكرانية، وما شبح كييف إلا وهم اختلقته القوات الأوكرانية للتغطية على هزيمتها وفشل دفاعاتها. حتى إن شبكة RT الروسية رصدت تغريدات لمدنيين ونشطاء مناهضين للغزو الروسي تداولوا عبر مواقع التواصل تسجيلات فيديو لطائرة تسقط 5 طائرات خلال اشتباك جوي لا تتعدى مدته الدقيقة ونصف الدقيقة، تبين أنه مقتطف من لعبة فيديو اسمها Digital Combat Simulator، بينما لم تنكر مقاطع أخرى لاشتباك جوي حقيقي يظهر تدمير طائرة روسية وإصابة أخرى من قبل طائرتي ميغ-29 تتبعان سلاح الجو الأوكراني. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بشبح كييف والتكتيك الذي يستخدمه؟ وبرأيك أيهما أصدق، الرواية الأوكرانية أم التفنيد الروسي؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.